السلام عليكم. من كان قد دخل عليه شهر رمضان وهو لا يستطيع أن يصوم، إما لكبر سنه مثلا فيشق عليه الصوم، أو لحاجته إلى الأدوية، بعض مرضى السكر أو الضغط أو الجلطات أو نحو ذلك، لا بد أن يأخذ الدواء في النهار، أو يأخذه 4 مرات في اليوم، بالتالي مرتين في الليل ومرتين في النهار. ففي مثل هذا الحال إذا كان يستطيع أن يقضي بعد رمضان نقول له أفطر وأقضي بعد رمضان. إذا كان ما يستطيع أن يقضي بعد رمضان، يقول أنا المرض معي مستمر طوال حياتي لا أستطيع أن أقضي، ففي هذا الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. كيفية الإطعام؟ إما أن يطعم كل يوم بيومه، يطعم بالليل بعدما يأذن المغرب يطعمون عن كل يوم بيومه، أو أن يطعم بعد نهاية رمضان. بعد نهاية رمضان يخرج ل30 مسكينا إطعاما، فهذا يعتبر إطعام، وسوف أفصل الإطعام إن شاء الله أيضا حلقة أخرى. الله يتقبل.